بشار. اقول لك على بشارة دلوقتي عن بشار. المتحدثة باسم الخارجية الروسية بتقول لبريطانيا وامريكا هو بشار الاسد واحنا اللي جبناه لم يكن رجلنا. بشار اتباع. اعطوهم حرب حقيقية فبشار وقع. قالت احنا ما ليس رجلنا. He's not our man. مش بتاعنا. ايه ده ايه ده؟ واحنا اللي جبناه؟ انتوا اللي جبتوا بشار. وده حقيقي. لان امريكا ساعتها لما حافظ الاسد مات جابت بشار وراحت نادل الاوربرايت اللي علاقتها بامريكا بروسيا بسوريا في الوقت ده ما كانتش مظبوطه. وراحت حضرت الجنازه وشدت على ايده وقالت له يا ابني خلي بالك هتمشي كويس اهلا وسهلا. احنا ما عندناش مانع اديك زورت في الدستور وهتبقى رئيس. طبعا انت عارفين الدستور السوري اتلعب فيه والجنازه حره. الدستور السوري اتلعب فيه. لانه الواد يعني ما كانش بالغ الا 40 سنه مش كده ولا انا غلطان؟ فتم تعديل الدستور بسرعه 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 بسرعه. لان سوريا ما فيهاش راجل. يعني هم اعتبروا نظام الحكم اعتبروا انه ما فيهاش راجل. فلما قامت الثوره تبين الجميع ان السوريين احرار واشراف وكرام. حفتر هلك وسيهلك الظالمون الواحد تلو الاخر فاطمئن. تعملش هم سيبها لربك. ياه ده في حاجات كتيره بتحصل في الكون ده. ده في ملوك ماتوا بشرقه وفي ملوك ماتوا بجرعه زياده وامراء. اه والله ياه اه والله في الامراء اللي انت بتسمع عنهم دول ويلبسوا البشت وبتاع ومش عارف ايه ويقول لك شيخ الاسلام ويقول لك قال الله. الامراء دول بعضهم مات بجرعه زياده خد الجرعه. وفي رؤساء عايشين على البرشام على البرشام يعني يعني ما ينامش الا بالمهدئات فبيجي له حالات اكتئاب. اوعى تفكر ان هو الناس بس هنا ولا هنا ولا هنا هي اللي ولا في مصر هي اللي بتديها. لا الحكام كمان بيجي لهم. وانا قلت لك ان السيسي لا احد يعرف اي ناس. كنت تعرف حضرتك ساكن فين؟ بينما الرئيس محمد مرسي كان يسكن في التجمع الخامس في البيت اللي جنب او الفيلا في شقه في فيلا جنب مسجد الشربطلي في الحته الفاصله ما بين التجمع وحي الياسمين باين ولا الزهور مش فاكر اسمه ايه. الست بتاعت روسيا بتقول لكم استعدوا للخبر. لو عاوزين بشار احنا ما لناش مانع. احنا مش احنا اللي جايبينه. ليس رجلنا. زخاروفا تتحدث عن علاقة الأسد بواشنطن ولندن. وفي منشط تاني هتلاقيه يقول لك إنها إن الراجل ده كان أفضل أفضل صديق لواشنطن ولندن وليس لموسكو. وقالت الأسد قضى معظم حياته في بريطانيا يعني بتاعكم يعني ما ترموش بلاويكم علينا. وانه رجلكم اكثر مما هو رجلنا. يعني الاسد عميل عندكم. فيا بريطانيا لو سمحتي ما تتبليش علينا. ايوه. الراجل بتاعكم عاوزين تحموه احموه مش عاوزين تحموه والله انتوا حرين. ياه. يعني بشرور الواد بشرور احتمال يروح في الرجل. احتمال معرفش. احتمال يعني يتضرب ضربه معرفش. بس انا بقول ان بشار مطلوب اسرائيليين يعني مطلوب انه يقعد يعني. ومطلوب طالما مطلوب اسرائيلي ومطلوب سعوديه. يعني اي حاجه تحبها اسرائيل هتلاقي على طول ايه؟ الخليج المؤدلج ده يحبها. الاسد قضى معظم حياته في بريطانيا وانه رجلكم اكثر مما هو رجلنا. يا سلام. تعبير جامد. ما فيهوش كلمه عن سوريا. ما قالتش انه راجل سوريا. ولا حاكم مستقل ولا جاء بناء على اختيار شعبه. دي بتاعت روسيا لانه حتى بوتين ما جاش بالاختيار. انما هو ايه؟ رجلكم انتم. قعد في بريطانيا وتعلم هناك ودخلتوا عليه وعارفينه وامريكا مصاحباه. عاوزين ايه؟ انه رجلكم.